والآن نتحول إلى أهم أنباء الطقس ونعود مرة أخيرة إلى فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا ريام، شكرا أميرة، وأهلا بكم مشاهدينا ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 19، الصغرى 11، اسكندرية 17 10، مطروح 15 9، بورسعيد 19 11، الإسماعيلية 20-10 وجوها معتدل. بالنسبة للسويس 20-11، العريش 19-10، طابة 19-11، شرم الشيخ 24-13، الغردقة 23-12 وجوها أيضا معتدل. بالنسبة للأقصر 24-10، أسوان 24-10، الوادي الجديد 23-6، شلاتين 28-16، حلايب 24-18 وجوها أيضا معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.